السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي أم عمر للمبتدئات، مرحبا بكم. نتمنى إن شاء الله يلقاكم الفيديو في كامل الصحة والعافية. اليوم غادي نحضر معكم واحد الحلوة اقتصادية وسهلة في الساعة تتوجد، نتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم. ندوزو نشوفو المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا كيف ما تشوفوا معايا عندي 125 غرام زبدة، نصف كأس زيت، كأس سكر سنيدة، كأس من الكوك، عندي جوج حبات ديال البيض، عندي هنا ساشي بنكهة سكر بنكهة زهر، عندي ساشي ديال الخميرات الحلويات فئة 8 غرام، وعندي الدقيق الأبيض تقريبا خدات لي 500 غرام. هنا كيف ما تشوفوا خديت القصرية نزلت فيها الزبدة، ضفت ليها السكر الزهر وهنا سكر سنيدة، وغادي نخلط مزيان. البنات بالنسبة للزبدة ديروا أي نوع ديال الزبدة نتوما كتفضلوا. أنا هنا مديرة الزبدة مارغارين، ممكن ديروا حتى الزبدة اللي كتكون في الطويسات. وإذا درتوا الزبدة ديال العبارة البنات بلاش ما تضيفوا الزيت، لأنك تكون فيها نسبة الدهون أكثر. هنا ضفت كأس ديال الكوك وغادي نخلط مزيان حتى ينسجموا لي هاد العناصر. هنا ضفت نصف كأس ديال زيت المائدة، بالنسبة للبنات المبتدئات دائما تبغيو تتعلموا الحلوى ديروا غير نصف المقادير ولا ربع حتى تنجح معاكم، ومن بعد بداو تكبروا الكمية. هنا زوج حبات ديال البيض بحرارة المطبخ، غادي تما نضيف وما نخلط مزيان، ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق شيئا فشيئا مع داك ساشي ديال الخميرة حتى نحصل على واحد العجينه كيف ما غتشوفوا القوام ديالها في الفيديو، ما تكونش قاسحه وما تكونش خفيفه، يكفي ما تبقاش تلصق لينا في اليدين ونوقفوا الدقيق. انا هنا خدات لي 500 غرام. خليكم معايا نكمل العجين ديالي ونرجع معكم باش نشوفوا كيفاش غادي نكوروا الكويرات ونشوفوا باقي الفيديو. هنا كيف ما شفتوا معايا هذا هو القوام ديال العجين، مبقاتش كتلصق باليدين. كيف ما قلت لكم خدات معايا 500 غرام. هنا خديت سكر سنيده وغادي نبدا نكور كويرات حجم متوسط. نتوما تتحكموا في الحجم، اذا تبغيو الحلوى كبيره او صغيره ديروا اللي تفضلوا.
غادي نبقى هكا على العجين كله حتى نكور هاد الكويرات، نمررهم في السكر سنيده مزيان من الوجه، وناخذ صفيحه الفرن نفرش لها ورق الطبخ، نستف الحلوه ديالي. ومن بعد غادي ناخذ مرشم، نتوما خدموا بالمرشم اللي تفضلوا، انا غادي نخدم بهاد كيف ما غادي تشوفوا معايا، هاد المرشم ديال اللي تيكون في الاله ديال البطاطا ولا ديال البصله، تيكونوا فيه واحد المربعات. غادي ندوز على الحلوه كلها، نستفها في اللاطه ونطبعها بالمرشم، ومن بعد غادي ندخلوها الفران نخليوها تطيب تحمر شويه، ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرنا معكم اليوم. بالنسبه للمرشم البنات، مروا شويه في سكر سنيده باش ما يلصقش معاكم، خليكم معايا لاخر الفيديو. كيف ما شفتوا معايا البنات، انا اللاطه الاولى كملتها وبديت اللاطه الثانيه، وهاد الكميه البنات راه غير نصف المقادير ديال الحلوه. اذا بغيتوا نتوما تضوبلوا الحلوه وتعطيكم كميه اكثر، هاد المقادير اللي شفتوا معايا ديروهم زوج مرات. نكملوا الحلوه ديالنا ومن بعد غادي نشوفوا الشكل النهائي. وبعد ما خرجنا الحلوه من الفران كتكون على هذا الشكل. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. حتى لهنا نقول لكم شكرا على المشاهده، شكرا على التعليق الزوينه اللي كتخليو ليا، ومرحبا بكم. وبالنسبه للناس الجداد اللي عاد غيشوفوا القناه كنقول لكم مرحبا الف مرحبا، وفضلا منكم فعلوا زر الجرس باش تبقاو تشوفوا الجديد. وشكرا، وخليو ليا تعليق اذا جربتوا الحلوه وعجباتكم. إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.